واحدة بتسح. اللي بتقول ب150. إذا بتقول لوحدك يعني بتسح. ب200. قال لا احنا قلت له أول مرة أشوف واحدة بتسوق هنا. واحدة بتسوق. هي مرات الراجل اللي ودانا ولا الراجل اللي ودانا؟ الراجل ليش؟ شو دكتور حمام؟ منك انت واحده جابوا لك واحده، انما لو راجل يجيبوا لك راجل. لا اول مره نشوفه. هو راجل. ما هو اللي هو راجل ودانا. تعدلت اول مره يقول لي ادعي لي بين الراجل لما شافه عداه ببلاش قلت اروح اجي. واحد برضه كنا مالكها برضه لما في عداها ربنا يديك الصحة يعني ما خدتش 50 جنيه 50 ريال 50 ريال بقى فرحان وحيد براسه وكتبت ويدوك عنا مالك انما اللي برضه صار يقول لي زي ادعي له هو وقت ايديه كده اقول امين 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 يا رب امين يا رب انا عمال ربنا يقرب خاطرك يا ماما سبحانك يا رب سبحان الله الحمد لله. وواحدة شفتي انا بدي كان ارنات وكنت وياه نهر الرضا. الوليه اللي بقت وليه تايلي. عدتهم. لا خاطر امك كلها عملت له ما كانش لو حلف في الدنيا ما كانش حد هيعمل له الاخر ولدته 13 زياده. يا سبحانك يا رب. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. عشان خاطر امك. كل البركه. البارح بقت تقول لي بقت تضحك وتقول لي ازاي. يقول لي بتقول لك ازاي كنت سواها حفظوها عماله اكلمك وانت شو قلت لها مش واخده بالي معلش ازيك قلت لها اصلا ان بالكها كانت يديك الصحه ما حرمش منك فضل الدكتوره جوزيا علي منصور زينه مامي حبيبتي فضل الدكتوره عبد الموجود كل كرم وجود عبد الموجود سيده احمد عطيه العطاء والنقاء بابا حبيبي والله ما تقوليش بك ناديه ولا قلت له غازي غازي طيب انا اكبر بخاطر انا اديك الصحه اقرأ اقرا لك كلمتين ينفعوك اقرا لك انت اقرا كلمتين ينفعوك لما انت عارفه كده ان كلمتين بينفعوك ما شاء الله عليك امور هاي زي بنت بالظبط مامي ذاك يا اما هاي فانا قال اهل سلام ما شاء الله مامي ذاك يا اما حرام بس عتبي بقى كل يوم غيار وبقى كل يوم بنعمل نفسي من كل شويه بنبدل غيار كده ما بتشوفوش بقى ليش على دكاتره كان اشتغلت كان غيار يا ربنا الدهن وبقى ربنا